معظم لقاءات الجولة 25 وبعض من لقاءات الجولة 24 في انتظار لقاء مهم لصاحب المركز الثاني جيرونا أمام بلباو في سبيل التقدم أكثر والاقتراب من ريال مدريد. هذا بما يخص الدوري الإسباني مشاهدينا الأعزاء. طبعا ما حدث في الدوري الإسباني لا يعرقل ريال مدريد بشكل مباشر، لكن جيرونا لربما يأتي أيضا من جانب آخر على مستوى التقدم على مستوى جدول صدارة الترتيب، لأن جيرونا كان في فترة من الفترات طبعا مسيطر على صدارة الترتيب. من جانب آخر هناك يعني أمور عديدة حدثت في البوندسليغا مشاهدينا الأعزاء، لأن ما حدث في البوندسليغا أمر يعني لربما صعب للغاية لتقبل الجماهير. مش عاوز تجيب برشلونة ولا أتلتيكو مدريد؟ لا برشلونة أول. خلنا مع برشلونة. ده عاوز تدير على طول الدوري الألماني، عاوز تدير على الشغب، اثبت شوية في برشلونة وفي أتلتيكو مدريد. خلينا مع برشلونة. رأيك في برشلونة هذا الموسم حتى الآن بعد لعب معظم الجولات المهمة، بعد لعب معظم جولات الذهاب، هو غير مستقر يعني، مباريات ومباريات، إنما الفوز ده مهم على المستوى النفسي، وخاصة لليفا اللي سجل هدفين في هذه المباراة وقبل مباراة نابولي في دوري أبطال عبازيس. ربما الفريق اللي كان أقوى خط دفاع الموسم الماضي في أوروبا يعتبر من أسوأ خطوط الدفاع حاليا في أوروبا. انتقال لحتة من موسم لموسم أنت بتبقى أقوى خط دفاع لتبقى أسوأ خط دفاع، لا دي علامة استفهام. عملية التنفيذ ضربة الجزاء الفار كان مميز فيها، جوية حارس المرمى كان تقدم على خط المرمى. ليفاندوفسكي لا يعني لا يلعب بالشكل المعتاد بالنسبة له، هو كلاعب كتاريخ لاعب قدم الكثير مع بايرن ميونخ وحتى في الموسم الأول مع برشلونة. هو هذا الموسم تراجع مستواه كتير. المهاجم ثقة عبد العزيز وأهداف، فطالما بيسجل الثقة هتزيد، فكويس إنه هو يستعيد من بريقه في هذه المباراة لأن الفريق محتاجه، خاصة في مباراة نابولي في دوري الأبطال. فأعتقد هذا الفوز في ملعب صعب على سيلتا فيجو، وأعتقد أن الأمور نوعا ما تعيد التوازن مرة أخرى لبرشلونة. طيب رأيك في أتلتيكو مدريد، هل من المفترض أن يكون أتلتيكو مدريد في المركز الرابع أم من المفترض أن يكون في مقدمة الترتيب مع جيرونا وريال مدريد ولو بفرق بسيط؟ هو يعني فرط في بعض النقاط اللي خلت بعيد نوعا ما، إنما كويس أن برشلونة وأتلتيكو يستعيدوا نوعا ما النتائج الجيدة، يعني 5 قدام لاس بالماس على ملعبك في غياب موراتا وجريزمان الهدافين المعروفين بالنسبة لأتلتيكو مدريد. يورانتي وكوريا كانوا في المستوى، كل واحد سجل هدفين، فده كويس للدوري الأسباني. إذا بقولك عبد العزيز إن يبقى في تنافس وإن عدد النقاط قريب خاصة ما بين الفرق الكبيرة يدي تنافس قوي للدوري. صحيح. عكس الدوري الفرنسي محسوم من الجولة 22. الدوري الأسباني هتلاقي فيه تنافس، الدوري الإنجليزي برضو فيه تنافس، الدوري الألماني باير ليفركوزن هذا الموسم هو اللي عامل تنافس للدوري الألماني، فحاجة كويسة إن أتلتيكو يستعيد نتائجه الإيجابية في الدوري وأيضا برشلونة، وكويس إنه قبل ماتشات دوري الأبطال لأنهم كلهم مشاركين في مباراة دوري الأبطال، فعندك دلوقتي مستوى جيد لحسم المباريات وخمس أهداف نتيجة كبيرة، أخيرهم كان ديباي كان هدف جميل بالنسبة لأتلتيكو مدريد، فالنتائج دي هي تحسن التنافس الكبير على صدارة الدوري بالنسبة للدوري الأسباني. نعم. من جانب آخر مشاهدينا الأعزاء دعونا نشاهد ما تحدثت عنه الصحافة حول البوندسليغا ورفض الجماهير، سخط الجماهير مشاهدينا الأعزاء عما يحدث في هذه الآونة مع الدوري الألماني، لأن ما يحدث مع الدوري الألماني أمر غريب. بداية سخط الجماهير على موضوع دخول الشركات العالمية للاستثمار داخل البوندسليغا، ثانيا ردة الفعل الكبيرة وشغب الجماهير الذي حدث في ملاعب البوندسليغا، كيف تفسر هذا الموقف هذا المشهد لكرة القدم الألمانية كابتن محمد؟ أولا هو مش شغب، هو اعتراض، وسيلة من للاعتراض على بعض القرارات. خلي بالك الدوري الألماني عبد العزيز له حاجة خصوصية بالنسبة للجماهير، قاعدة 50+1 والأمور اللي دايما القواعد الجماهيرية بيبقى لها اتخاذ قرار في عملية التصويت وعملية مجالس الإدارة تبقى لها قرارات معينة. فحتة إن الاستثمار والمستثمرين والشركات تخش، هم في وجهة نظرهم إن هي هتبوظ الدوري، هتبوظ الدوري، فهتلاقي اليوفط، هتلاقي كرات التنس، هتلاقي البعض الحلوى زي ما بقول لك الشوكولاتة اللي بتترمي، مسيرات، حاجات يعني مش شغب بس هو بيوصل صوته او وسيله اعتراضه بطريقه لطيفه.
بطريقه ما. فده هيخلي مجلس اداره الدي في ال الخاص بالدوري الالماني هتعيد التصويت مره اخرى. هتعيد التصويت مره اخرى. ليه؟ نتيجه الحاجات اللي موجوده دي اللي احنا بنشوفها، الوسائل الاعتراض المختلفه. مش شغب، مش زي الدوري الفرنسي مثلا. شغب بمعنى شغب انما دي وسائل اعتراض نوعا ما. ممكن بعض اللاعبين بعض الانديه بتبقى مش قابله هذا الاعتراض، انما هو حق الجمهور. لان هي اللعبه للجمهور. مين اللي وقف السوبر ليج؟ الجماهير. خصوصا في الدوري الانجليزي. مين اللي بيدفع عشان يروح يتفرج ويملى الاستادات وملاعب الدوري الالماني اللي ما تبقاش فاضيه؟ طبعا الجماهير. فلازم بشكل كبير لازم صوته يوصل. نعم. فاعتقد ان دي من الحاجات المميزه نوعا ما في اطارها. مش شغب بمعنى شغب، انما هي وسائل اعتراض مختلفه بطريقه نوعا ما مختلفه لكل نادي. نعم. طبعا هذه صور مشاهدينا الاعزاء لهذه الجوله او الجوله الاخيره من البوندسليغا، حيث اعترضت الجماهير بشكل كبير على موضوع استثمار الشركات الاجنبيه في الدي اف ال البوندسليغا او الدوري الالماني. ايضا سيارات متحركه ايضا حاضره مع هذه الادخنه. طبعا اعتراض كبير، اعتراض حاضر في الملاعب الالمانيه. اللاعبين العرب ايضا لهم دور كبير في هذه الجولات وشكلوا الفارق الكبير كما هو معهود مشاهدينا الاعزاء في معظم الانديه الاوروبيه المختلفه. نتحدث عن مرموش لاعب المصري على سبيل المثال، نتحدث عن العديد من الاسماء المهمه والمميزه والتي لعبت بشكل كبير ورائع حتى الان. عمر مرموش، فارس شايبي، الياس السخيري، احد ابرز الاسماء المميزه التي تالقت مع اينتراخت فرانكفورت، وشيء يدعو للفخر ان نشاهد ثلاثي دفعه واحده يتالق مع نادي على مستوى الدوري الالماني. يعني احنا بنتمنى للجميع اللاعبين العرب الموجودين في الدوريات الاوروبيه انهم بيقدموا المستويات الكبيره. ابدا بمرموش، لان مرموش هذا الموسم على مستوى الاهداف، على مستوى صناعتها ارقام في زياده عبد العزيز. يعني هو كان في فولسبورج قبل كده وشتوتغارت ما كانش بالنسبة لهذه الأهداف المميزة، 14 هدف وخمس تمريرات حاسمة. أيضا فارس شايبي 3 أهداف و10 أسيست. إلياس لعيبة وسط ملعب مختلف نوعا ما عن عدد قليل من الأهداف، لكن عدد تمريرات صناعة أهداف بشكل كبير. يعني 5 أهداف وصناعة هدفين، فأعتقد إن هي أرقام مميزة. معنى لاعب أساسي 20 مباراة فقط. حسب لكل مركز كل لعيب نوعا ما، ممكن أعلاهم من حيث الأهداف لأن مرموش الأهداف المميزة، أنا شفت المباراة الأخيرة بتاعته سجل فيها هدف وصنع هدفين، أعتقد إن دي حاجات مميزة بالنسبة له، هو يقدر يسجل ويقدر يصنع. ميزة مرموش يا عبد العزيز إن هو بالكورة يعني دريبل بالكورة كويس قوي، وبعدين عينيه مش في الأرض، عينيه لفوق دايماً عشان يشوف اللي حواليه، فأعتقد إن دي من الحاجات المميزة بالنسبة لمرموش، فأتمنى الجميع يبقى على المستوى ويقدموا لنا مستويات كبيرة مميزة. نعم، هذا طبعا شايبي بأهدافه بتحركاته مع فريقه أيضا أينتراخت فرانكفورت، وتألق واضح مشاهدين الأعزاء للاعبين العرب بشكل مميز. مش عايزين تجيبوا أهداف مرموش ليه؟ لا مرموش على العين والراس طبعا. ما هو الهدف فين؟ ولا انت مش عندك اهداف جميله، سجل اهداف جميله، لكن هناك مواضيع مهمه اكثر يعني. ماشي، بس نشوف اهداف مرموش. اهداف مرموش موجوده شباب؟ هدف مرموش موجوده. طيب موجود؟ يعتذرون منك، يقول لك مش موجوده. طيب. لكن بعد قليل. حاضر، ولا يهمك. نتحدث عن بايرن. تفضل. نتحدث عن بايرن ميونخ. رأيك في سيناريو غرفة تبديل الملابس مع بايرن ميونخ، توماس توخيل، لاعبين، مولر، اعتراض اللاعبين، لا يمر بأفضل حالاته على مستوى البوندسليغا لأن كل شيء ذهب لتشابي ألونسو حتى الآن. بص يا عزيز، البايرن إن البايرن يخسر مباراة أزمة، فما بالك إنه يخسر 3 مباريات متتالية. خسر من باير ليفركوزن، خسر من لاتسيو، خسر من بوخ. فعندك مشكلة توخيل، هل انت قادر على حلها ولا هتيجي تقعد جنبنا؟ ما هي كده على طول الكوره بتاعت نتائج، وخاصه في الانديه الكبيره، والصحافه الالمانيه تقول ان بدات تتحدث عن البدائل، ومجلس اداره البايرن يقول لك لا ممكن جوزيه مورينيو يكون موجود او مدربين اخرين. مجلس اداره البايرن يقول لك لا احنا عندنا ثقه فيه ومش هنغير، فحاسب وخلي بالك.
حاجتين انا قلت لك عليهم مع عبد العزيز، الدريسنج روم هو مش علاقته مش كويسه قوي مع اللعيبه الكبار، وخاصه اللعيبه الكبار باستثناء نوير. يعني هل هذا شيء طبيعي؟ لا مش طبيعي. يعني هل تؤيد طريقه التعامل مع اللاعبين الكبار؟ وانا مش يعني مش ملم قوي بالتفاصيل، انما حته علاقتك بالدريسنج روم وخاصه باللعيبه الكبار لانهم لهم سوابق. اللعيبه الكبار دي مشت مدربين وهم ما مشيوش، يعني بنتكلم على كيميتش، بنتكلم على نوير، بنتكلم على مولر، بنتكلم على جوريسكا، بنتكلم على العديد من اللعيبه اللي كانت موجوده. فهو الان في ازمه، اللي هيخرجه من الازمه دي النتائج الايجابيه. فرق الثمان نقاط ما بينه وما بين الباير ليفركوزن فرق نقاط كبير، انما مش هيستسلموا. وردت فعل امام لاتسيو في الايام فدي اللي هتبقى ايه نقطه مفصليه. هل هو قادر على ان يحول الدفع لمصلحته؟ هل قادر ان هو يعيد مره اخرى اللاعبين ويخرج افضل ما لديهم؟ المباريات انا بالنسبه وجهه نظري مجلس الاداره هيدي له وقت وهيدي له 3 4 ماتشات، هل هو قادر انه يحسن فيها نتائج ولا لا؟ يعني المباراه الاخيره انا اتفرجت عليها، دي المباراه اللي ما تلوموش عليها. ايه اللي ما تلوموش عليها؟ لان الفريق ادى وصنع، بس كان عنده باد لك كتير، وكان عنده اوباميكانو اتطرد نوعا ما وتقبل وحته وضيع فرص كتير قوي. يعني هي 1-0 بهدف موسيالا، كان بعدها فرصه على طول الانفراد لهاري كين ضيعها، اتردت على طول بهدف التعادل. لا يسجل يسجل عليه. ايوه طبعا. وهدف التعادل. نعم. وبعد كده حصل بقى ايقاف المباراه نتيجه الاعتراضات الموجوده، ما تعرفش اللعيبه خرجت بره المود ولا ايه، فراح الهدف الثاني جاي من كره ثابته، وبعد كده الطرد الموجود، فبدات 3-1 اوباميكانو كل مباراه يطرد، مباراه لاتسو اطرد، والمباراه دي تعبوكم اطرد، خرجت الامور خارج عن السيطره. صحيح. فاعتقد وهذا امر طبيعي لنادي كبير في بعض الاحيان، في بعض الاحيان تكون هناك كبوه، بس لازم تخرج بسرعه عشان ما تكلفكش تقعد جنبنا زي ما قلت لك. المدرب هيقعد يسال مع حاجه يقول لك ايه تعالى المدرب، فهو قدامه فرصه بعض المباريات يقدر يحسن فيها. وبعدين عنده هاري كين، يعني 25 هدف في الدوري وفي المركز الثاني، ممكن هاري كين هو الفقر ولا ايه؟ بس اعتقد انا زي ما قلت لك هيدوا له 3 4 صحيح، ترى ظهرت معلومه بان هاري كين غير محظوظ لتحقيق الدوري. اصبر عليهم دول يتحولوا، فرق الثمان نقاط كويس. نعم. انما ما بيستسلموش، فممكن تلاقيهم يرجعوا. نعم. وعلى مستوى دوري الابطال عندهم مباراه العوده مع لاتسيو. طيب كيف سيعود والفارق 8 نقاط بينه وبين باير ليفركوزن؟ باير ميونخ ب 50 نقطه، باير ليفركوزن 58 نقطه، وبعيدين كل البعد عن شتوتغارت، او شتوتغارت يعني بعيد ب4 نقاط. شتوتغارت حتى بروسيا دورتموند يستطيع الاقتراب اكثر من باير ميونخ. لا خلي بالك تشافي الونسو ما تفكرش بتفكير عبد العزيز، فاهم؟ الثمان نقاط يقول لك الدوري محسوم، لا البايرن لن يستسلم، فحافظ على المستوى والنتائج الايجابيه لان هم ممكن يتحولوا في اي وقت، هم محتاجين فوز بس. عبد العزيز انا عنده مباراه لايبزيج على ما اعتقد الاسبوع الجاي ممكن يكسبه، وبعد كده قدام مباراه لاتسو يكسب ممكن تتغير الامور. فرق النقاط 8 نوعا ما مريح، انما لسه الدوري طويل. نعم. مشاهدينا الاعزاء، طبعا من جانب اخر تالق واضح وكبير للاعب السابق الاسباني والمدرب الحالي تشابي الونسو، حقق العديد من الامور الايجابيه. مشاهدينا الاعزاء، حقق العديد من الانتصارات والعديد من التعادلات، لكن دون اي خساره كناد على مستوى الدوريات الخمس الكبرى. مشاهدينا الاعزاء، لم يخسر حتى الان. عدد المباريات 32 مباراه، انتصر بعدد 28 مباراة وتعادل في 4 لقاءات، لم يخسر حتى الآن، سجل 95 هدف ما يقارب 100 هدف تقريبا يعني في 32 مباراة، وسجل عليه 23 هدف أي تقريبا الربع. أرقام تعتبر كبيرة أم مبالغة بأن نقول بأن تشابي ألونسو يحقق أرقام كبيرة على مستوى البوندسليغا؟ لا يا، الأرقام بتتحدث عن نفسها، الكرة الحلوة اللي بيلعبها. يعني نتكلم على الكرة الهجومية دي يا عبد العزيز، 95 هدف لا وكرة كويسة في 32 مباراة، وبعدين كل حاجة تكتيك شباك نظيفة 15 مباراة. أنا بتفرج على لقاءات وبعد المباريات بيدرس المنافسين كويس قوي، وكل منافس له تكتيك مختلف. يعني هو المباراة الأخيرة اللي كسبها يقول لك إن كان اللعيبة الأربع الاثنين قلبي الدفاع بتوع هايدنهايم اللي كان بيلعبهم دايما يعني بيسيبوا مركزهم وبيروحوا لعيبة وسط الملعب، فخلى الاثنين مهاجمين بتوعه رايحين قدام عليهم عشان ما يقدروش يفصلوا المساحه اللي ما بين نص الملعب وخط الدفاع. فاعتقد ان هو
والهدفين نتيجه الحاجات التكتيكيه اللي بيقول عليها، المسافه اللي ما بين لعيبه الوسط ولاعيبه الدفاع، استخدم فيها فيرتس المهاره، وامين عدلي بيسجل الهدف الثاني بالنسبه للفريق. فبيلعب كره هجوميه حلوه قوي، متنوعه، متحرره بدون قيود، فيها حريه وبدون نجوم. يعني مفيش سوبر ستار، هو المدرب هو النجم. يعني ممكن هذا عامل لتشابي ألونسو، عدم وجود ضغوطات من نجم كبير، وبالتالي يتعامل مع المباريات بشكل مريح اكثر، في انسيابيه واريحيه، عشان كده بيقدم الشكل الحلو ده. كره متوازنه، كره سريعه فيها استحواذ، كره توصل لمرمى المنافسين في بعض الاحيان بسهوله ومباشر، لعب متنوع، استحواذ، استرجاع كره بسرعه، انتشار جيد، احيانا بيلعب باربعه واحيانا بيلعب بثلاثه، فالتنوع ده مطلوب. متصدر على الباير اللي بقاله 11 موسم بياخد الدوري في الجوله ال 22 وفارق عن البايرن بثمان نقاط. نعم، دعونا نربط ما حدث مع تشابي ألونسو حتى الآن على مستوى البوندسليغا، على مستوى الأرقام مشاهدين الأعزاء، برحيل يورغن كلوب وما قدمه يورغن كلوب حتى الآن مع ليفربول. كان هناك حديث وود متبادل على مستوى المؤتمرات الصحفية، طبعا أنت كابتن محمد فنان في المؤتمرات الصحفية، تتابع المؤتمرات الصحفية بشكل كبير، تعلم بأن هناك رسائل حب متبادلة بين يورغن كلوب وبين تشابي ألونسو. هل تشابي ألونسو طبعا لاعب سابق في ليفربول، هل من الممكن أن يكون تشابي ألونسو المدرب القادم لليفربول؟ هو المرشح الأول حتى الآن. اللي هيجي بعد كلوب مهمته هتبقى صعبة، ونوعا ما مش هقول مستحيلة، شبه مستحيلة، لأن ده عمل كرة حلوة وجاب ألقاب، فاللي هيجي بعده وصنع نجوم، فاللي هيجي بعده مسؤوليته هتبقى مضاعفة، لان ده هيترك فراغ كبير. فهل تشافي ألونسو عاوز يروح لليفربول؟ لا، وانا منه، طبعا اي حد يتمنى ليفربول، انما هو عمل مشروع جديد باير ليفركوزن، واعتقد ان هو لازم يستنى معاه موسم كمان ما يحرقش نفسه ويشوف الامور ماشيه ازاي. نعم، انما اللي هيجي مكان كلوب يا عبد العزيز او بعد كلوب، لا، هتبقى مهمته صعبه قوي قوي قوي. نعم، فممكن فبدايه كاريره التدريبي يتحرق زي ما بنقول، انما هي فرصه. هل هو بيدرس الامور كويسه؟ الامور كويس ازاي؟ هيبقى التعامل معاها، الضغوط مختلفه. نعم، هنا في عن البايرن، عن ليفربول المطالب في كل مباراه الفوز، فاعتقد دي حاجات لازم يدرسها كمدرب يعني. نعم، طبعا انت تعلم في طبعا نونيز سجل هدف جميل في لقاء برنتفورد في ملعب برنتفورد كوميونيتي ستاديوم في الجوله بتاع نونيز. وانا بتفرج على عزيزي قلت ايه الفينش بتاع نونيز ده؟ لا بس تتذكر هدف راميريز تشيلسي في دوري الابطال؟ راميريز صح، سجل هدف تقريبا مشابه لهدف نونيز، بس هو احنا هنعيده تاني بس لانه جول حلو. نعم، بس دي الاهداف طبعا بتاع المو. نعم، انا كنت ابي اكلمك كابتن عن موضوع مهم، بان محمد صلاح كان في اصابه مع المنتخب المصري، عائد من اصابه، كان على دكه البدلاء، شاءت الاقدار ان يشارك، وليس قرار مدرب بل شاءت الظروف والاصابات ان يشارك محمد صلاح، سجل هدف. هو ما شاء الله يعني رجع فريش وحركته خفيفه، بتبان قوي من السبرنتات، واصابات الخلفيه نوعا ما بيبقى فيها قلق نوعا ما، بس الحمد لله العوده بتاعته عوده مميزه، صنع وسجل بالنسبه له، اعتقد انها من الامور الكويسه. نرجع بقى للهدف بتاع نونس، لان الفينش حلو يا ابو عزيز، واقول لك الفينش حلو ليه، وانا ما توقعتوش من نونس. هناك من يقول بان لاعبي برنتفورد بالغوا في الهجوم، بس طبعا مش اي حد يعمل التمريره دي بتاع جوتا. هنا شوف هو جاي بسرعته، يعني ايه لعب الكره بسرعته، في بعض الاحيان لما تيجي تلعب التشيب لازم تبطئ شويه، ان تكون بطيئه، تبطئ شويه. لا، هو لعبها بسرعته فحطها من فوق حارس المرمى، فاعتقد دي من الحاجات المميزه. طبعا تمرير صلاح لماكاليستر تمريره حلوه قوي، اختار التمريره الاصعب والمكان الاصعب، انما اختراقات ماكاليستر كانت مميزه. هنا زي ما قلت لك يا عبد العزيز، الستارت بتاع السبرنت بتاع صلاح جاي من الثبات، فسابق المدافعين وما شاء الله عليه، يعني القوه والرشاقه الموجوده والفينش اللي حطها في البعيد على حارس المرمى، فعوده مميزه ليه، اتمنى له التوفيق، لانه في بعض الامور تبقى الامور بتبقى الضغوط عليه كبيره، انما اعتقد الارقام اللي احنا بنشوفها سواء في التسجيل او في الصناعه ارقام تخلده في اكبر واقوى دوري في العالم. طبعا واين روني 36 عدد المباريات التي شارك فيها على مستوى الصناعه والتسجيل، هذه ارقام على مستوى الصناعه والتسجيل في الدوري الانجليزي، من هو الاكثر على مستوى اللاعبين؟
لاعبين انجليز ومنهم فرنسي طبعا تيري هنري نجم الارسنال واسطورته سابقا، ومن ضمنهم لاعب عربي هو محمد صلاح يقترب من آلين شيرر بفارق مباراة واحدة وفارق مباراتين عن تيري هنري وبفارق 6 لقاءات أمام واين روني. أرقام كبيرة لمحمد صلاح، أرقام مميزة. دعونا مشاهدين الأعزاء الآن نشاهد الترتيب الخاص بالدوري الإنجليزي، لأن ليفربول تعرقل قليلا وعاد مرة أخرى، لكن الانتصار أمام برنتفورد يجعل ليفربول مرتاح أكثر. صحيح أن الملاحقة موجودة، وهذا دائما ما يكون يعني لعبة الكراسي حاضرة على مستوى ترتيب الدوري الإنجليزي خصوصا في أندية المقدمة، لكن ليفربول ارتاح أكثر بعد الانتصار أمام برنتفورد في ملعب برنتفورد في مدينة لندن. 57 نقطة لليفربول، أرسنال ب 55، السيتي ب 53 نقطة منقص من لقاء، أستون فيلا ب 49، توتنهام 47، ومانشستر يونايتد ب 44، برايتون ب 38، نيوكاسل ب 37، وويستام ب 36، تشيلسي في المركز العاشر ب 35 نقطة. من جانب آخر أيضا ما حدث في قمة الجولة 25 كان أمر مثير، لأن كان الجميع يتوقع بأن السيتي يلعب مباراة كبيرة ينتصر على تشيلسي في ملعبه الاتحاد، كل العوامل تصب لمصلحة مانشستر سيتي، إلى أن تشيلسي كانت له كلمة مع رحيم ستيرلينج في هذا اللقاء. تعادل بطعم الخسارة للسيتي أو تعادل بطعم الانتصار لتشيلسي؟ هو عموما تشيلسي ما كان لا يستحق الخساره يا عزيز، لانه قدم مباراه كبيره وخاصه في الشوط الاول. الهدف الهجمه المرتده، وطبعا ووكر اترقص باللاسلكي. يا راجل الرايح على يمينه، هيروح على يمينه، تروح انت ليه على شمال؟ اترقص روح حطها له في البعيد، وبعد كده اتغير الشكل تماما ومستوى السيتي اللي نوعا ما اتحسن في الشوط الثاني، وهدف التعادل لرودري بعد الديفليكشن بتاع شالوبا مدافع تشيلسي. انما اعتقد مباراة كبيرة خاصة لتشيلسي اللي قدم أحسن مباراتين ليه في الموسم قدام السيتي، خد من السيتي نقطتين. هل بقى تشيلسي يبني على هذه المباراتين ولا لا؟ يعني المباراة الأولى في الدور الأول تعادل 4-4 وبعد كده النتائج ساءت، عنده النهاردة هذا التعادل المفروض يبني عليه، لأنه عنده آخر نهائي الكأس كارباو كاب قدام ليفربول المباراة القادمة. طبعا عدم وجود هالاند في معظم اللقاءات لأنه لم يستطع التسجيل في 6 من آخر 7 مباريات في جميع المسابقات. هل يعني هو سجل في ماتش إيفرتون بس؟ في لقاء إيفرتون فقط. صح. هل هذا يضر هالاند على لا. مستوى العطاء داخل أرضية الملعب؟ لا عم، هيسجل في أي وقت، المهم بيوصل. هذا طبيعي لدروب لأي مهاجم عادي. هو بص زي ما قلت لك، الموسم الأولاني اللي لعب عزيز استسهل الدوري لأنه سجل أهداف كبيرة وكتير، ويجي دلوقتي هذا الموسم يجي يقول لك ايه، ما انا هيجي لي فرص كتير فهسجل في اي وقت، فبدا يضيع كتير. يعني المباراه بتاع تشيلسي ضيع كرات لو هو في وضعه الطبيعي ومركز على الاقل 2 أو 3. فاعتقد ان دي من الحاجات اللي نوعا ما عليها علامه استفهام، ما تقلوش. يعني جوارديولا اتسال في المؤتمر الصحفي قال انا اخر واحد اديله نصايح، انا طوال تاريخ ما سجلتش الا 11 جول. هو لا، هو عنده حس التهديف كويس قوي، انما هو يثق في هالاند على المستوى التهديفي. امال هيثق في مين؟ هو امر طبيعي ان يبتعد عن التهديف. أيوه. في فتره من الفترات. انما التعادل ده المفروض، هو متنرفزين قوي على فكره السيتي من التعادل ده يا عبد العزيز بتاع تشيلسي، هو واللعيبه. انا شفت تصريحاته بعد المباراه وتصريحات رودري، هم مش مدركين ان هم كانوا سيئين خاصه في الشوط الاول، وتشيلسي قدم مباراه كبيره. صحيح. فالطبيعي ان انت بعد المباريات الكبيره تخسر نقط، انما علامه استفهام يا عبد العزيز على السيتي، لان قدام الستة الكبار فسر المباراه واحده بس قدام اليونايتد، وبقيه المباراه اعتقد خساره وتعادلات. طيب سؤال. اتفضل. هل السيتي مرشح للفوز بالبريمير ليج؟ هو بالرغم من المردود. ايوه عادي. بص، 3 فرق دول اللي هيتنافسوا على الصداره بالترتيب، سيتي، ليفربول، ارسنال. حتى الان وجهه نظري السيتي اقرب، انما الاثنين منافسين سواء ليفربول او ارسنال هيتعبوه وقادرين على الاستمراريه، وبعدين بيقدموا نتائج كويسه في الفتره الاخيره، واحد بيكسب بال4 وواحد بيكسب بال5. ارسنال اخر مباراه، ارسنال امام بيرنلي اخر مباراه يا كابتن عبد العزيز، اخر مباراتين ارسنال 11 جول، 6 وستهام و5 بيرنلي و2 كلين شيت، اكتر كلين شيت في الدوري
لارسنال. لعب تروزارد كراس حربة وهمي في هذا اللقاء. بعض الاحيان تروزارد يسجل، ساكا بيسجل، جابرييل بيسجل. كنا بنقول له هات مهاجم، بعد ما يناير خلص المهاجمين بتوعه ما شاء الله كله بيسجل. ساكا بيسجل بالشمال، يسجل باليمين، تعال هات وهات حطها في الزاويه الباقيه. تشعر كابتن محمد بان متابعين ارسنال محبين ارسنال يقولون حرام يعني النادي يقدم الكثير على مستوى الموسم الماضي، هذا الموسم يعني يجب ان يحصل على لقب بريمير ليج ولو لمره واحده في 5 سنوات او 4 سنوات على الاقل تقريبا. ماشي استمر، ما انا بقولش لا يا عزيز بس استمر. يعني الموسم الماضي درس لهذه المجموعه، لانه معظم ايام السنه اللي فاتت كان هو متصدر. هذا الموسم خدوا درس، فالمفروض اللي اتعلمته الموسم الماضي تتفادى في هذا الموسم الاستمراريه، وازاي تتعامل مع كل مباراه على حده. نعم. وما توقعش نقاط سهله، يعني زي ما قلت لك اخر مبارتين الاداء كبير كويس قوي سواء دفاعيا او هجوميا، فالفريق جاب الزخم بتاعه والفورمه بتاعته، الحفاظ عليها وعدم تقبل هزائم او وضع نقاط او يقع نقاط منه على الورق ملهاش لازمة، عشان بتنافس ليفربول والسيتي استغل وقعهم وما توقعش انت نقط. نعم، هل يحتاج أرسنال لرأس حربة للفوز بالبريمير ليج؟ خلاص السوق قفل، هو السوق مفتوح. لا هو يحتاج أيوة في المواسم القادمة لرأس حربة. محتاج الوضع الحالي، مين اللي بيعوضه؟ اللعيبة الأجنحة أو لعيبة وسط الملعب، إنما مين اللي عنده مثلا مهاجمين بيسجلوا؟ ليفربول عنده نونيز وصلاح، السيتي عنده هالاند، ودلوقتي دخل فودن ودي بروين، فلازم يكون عندك مهاجم. هو ارتيتا مش مقتنع بالمهاجمين وقال لك قفل السوق بتاع، فخلاص هو بيتعامل مع الوضع الحالي. الفريق في الوضع الحالي عنده ثقه قدام المرمى بيسجل، واي حد بيسجل، انما في ماتشات صعبه محتاج نوعيه من المهاجمين تخلص لك المباراه بهدف. في انتظار لقاء يعتبر مهم لكن على مستوى قاع الترتيب، لأن إيفرتون يلعب على ملعبه جوديسون بارك مشاهدينا الأعزاء أمام كريستال بالاس الذي أقال روي هوتسون في سبيل البقاء في البريمير ليج دوري الأضواء.